كتقول لي دار كتقول لي دار وما كتلوحش عليا دابا كتهضر عليا نتايا واش عارف راسك شنو كتقول راه كتقول الحلوف الحلوف وتي جدك قلت لي دابا خويا شكون مسلطك عليا خوت السلام عليكم واحد السيده راه جالسه لهيه اجيو معايا اجيو اه الحمل حلوف السلام عليكم اختي كي دايره لاباس عليك بخير كتضربي نورمال خويا شاد الدخلات ها شاد الدخله لا حنا كنديروا مسابقات وبغيناك زعما السيده هو كيصور بغيناك تشاركي معنا في واحد المسابقه خويا بنت لك انا ندير معاك هذه المسابقه وبنتنا جالسه حاطه نورمال قلنا زعما نجيو الشركه ديالنا دايره واحد المسابقه وبغيناك زعما تذوقي وتقولي لنا الراي ديالك اه مرحبا تشاركي معنا مرحبا شنو السميه ديالك سكينه اختي سكينه متشرفين هذه واحد المسابقه ديال 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 الكاشير هذا عندنا واحد الشركه في اوروبا وعاد دخلنا حنا للمغرب والشركه ديالنا قالت لك خص الناس نذوقوهم من هذا الكاشير هذا ويقولوا لنا الراي ديالهم مرحبا مستعده تشاركي مرحبا ها انت شوفي المسابقه كتقول نعطيك النوع الاول ديال الكاشير الا جاوبتي غتربحي معايا فلوس السؤال الاخر عاوتاني الا عرفتي هاد الماركه ديالاش غتربحي معايا فلوس عاوتاني غتضوبل لك الفلوس مرحبا صافي يلا مستعده نبداو بهذا نبداو بهذا شدي لي هذا ذوقي ايش بدي ايش بدي ايش بدي داك خذي كامل يا لوغو جاني شي لوغو فشي شكل ديالاش لوغو قولي لي ما عرفش الله ما عرفش واش اللوغو مغير واش دجاج لا ماشي دجاج خروف لا ذوقي وقولي لي بقري ها بقري اذا انت القانون ديال المسابقه الاولى انت ما جاوبتينيش ماشي مشكل نعطيك النوع الثاني وذوقي وقولي لي شدي راه ساهل خصك غير تعرفي كي جاتك المذاق بعدا زوين مزيان مزيان هذه شركه في برا برا كاع في اوروبا راه دخلنا حنا المغرب قلنا زعما اللهم الشعب هو اللي يقول لنا الراي ديالو باش لا عجبك ندخلوه ما عجبكش ما ندخلوش لومبالاج صحيح هذا راه لومبالاج صحيح عندنا حنا ما تلقايش في شي شركه اخرى فهمتي بسم الله المذاق زوين بعدا لا مزيان راه مدخن هذا غنمي ها غنمي لا ماشي غنمي بقري لا ماشي بقري وشنو وخصك تقولي لي انت باش تربحي معايا الفلوس دجاج لا لا دجاج لا بيبي تا بيبي لا ايوا بيبي لا خرف ما عرفتيش ما عرفتيش دونك هانتي شوفي ما ربحتيش معايا ولكن انا نقول لك واحد الكلمه غتقوليها ممكن توقفي معايا حدا الكاميرا نقول لك واحد الكلمه وخصك تقوليها انت هذه الكلمه هذه فاش تقوليها غتربحي معايا الفلوس مرحبا صافي مستعده سلام مولاي مستعده انت اللي راكي مستعده يا سير انت غتشوفي في الكاميرا وغادي تقولي لي الحمل حلوف بحالو بحال الخروف حمل حلوف كيفاش الحمل حلوف بحالو بحال الخروف قولي ايوا لا دابا هذا اللي كلش حلوف هذا اه ماشي هذاك الحلوف الرومي هذا آه. البلدي انا بلدي اخويا ولا رومي اش كتخربق عليا نتايا اش بالرومي ولا بلدي كتفيه اختي اش واش انت مريض في راسك ولا شنو واش عارف راسك شنو كتقول شنو قلت لك واش حنا الدجاج حلال ومره كناكلو مره ما كناكلوش جيب لي انا كتقول لي هذا وما كتلوح عليا دابا كتخربق عليا نتايا واش عارف راسك شنو كتقول شنو كتقول راه كتقول الحلوف الحلوف
واش داك قلتي دابا خويا شكون مسلطك عليا نتايا؟ واش انايا كاس عرفتي دارنا فين مخليه وجايين لهنايا شاده قهوه مكونسونطري مع راسي جايب لي انا كتقول لي الحمد ديال الحلو. وانت قلتي لي غنشارك معاك في المسابقه. وغنشارك معاك اخويا قلتي لي انا لحمت الحلوف انا عارفه لحمت الحلوف. انت ما كيحل فمك. وغنحل فمي. عندك شي مشكل انت؟ وشك باغا دابزي دابا؟ غندابز ولا ما حشمتيش راه ما عرفت فيها غنصلي انا وياك اليوم. ما كدفعي دابا؟ غندفعك وغنضربك الا ما حيتيش من حدايا. علاش انا وصافي انت غتربحي قولي الحلو ما بقاش اخويا باغا نربح انا الحلو بحالو بحال بحال الخروف. واش دابا شنو مالك واش ماك مريض دا ولا شنو؟ كيفاش مالي مريض؟ وراك جبت لي وقال انت حمق وانت اللي بنتي لي فو ورا انت اللي بنتي لي ماشي عفو وما كتغوتي عليا وغنغوت ونفوت الغوات ليه مالك؟ عندك شي مشكل؟ ما ماليش انا لا راه بنتي ليا مالك ملي كتقولي ما كي كتغوتي واشك باغا تصوتيني انا ما عرفتش انا وغنصوتك وتجيب لي نصوت معاك وغندورو معاك وما تدورش معايا سير دور مع راسك اخويا علاش اختي دابا اخويا مالك شنو باغي؟ أه؟ مالك؟ قولي الحم الحلوف بحال بحال الخروف ومشي بحالي وعاد شي ولا عردك انا حلوف في هاد الساعة كيفاش حلوف؟ سير بحالك اخويا قلب عليا أه؟ قلب عليا انا بغيت نجلس حداك انا وما تجلس حدايا سير بعد مني ودابا ضيعتي لي انا الحلوف دابا مالك اخويا شوف أه؟ مالك راه هادشي راه كيتصور ويتصور حبس عليا خويا انت هاد الكاميرا اه بلاش اجي نقول لك اسمع اسمع نقول لك مالك واه خلي الدري راه حبسي حبس اخويا حبس عليا حبس عليا صافي راه حبس راه حبس صافي راه حبس هو مالك يا اختي دابا انت لي مالك اه انت لي مالك واش باغي تضربيني ولا مالك غنضربك علاش غتضربيني وكحاز من حدايا ولا غنضربك وانت راه كليتي لحم الحلوف دابا اسميتك قلتي لي وسميتي قدوره هاد الساعه اسمعي اختي قدوره نقول لك واحد الحاجه اه ها آه؟ ما تقلقيش لا هدر وباقي فين انت راه تقا شنو ها تقلقتي دابا دابا عهدر دابا الحمل الحلو حلال ولا حرام هو دابا شوف انت ها آه؟ شوف انت نسولك انت آه حرام وحبس عليا انت محبسه راه محبسه محبسه دابا نسولك انا غنمشي بحالي شنو تقلقتي عليا دابا خويا عمالك ها آه؟ مالك ما ماليش ما مالكش بغيت نقول لك واحد الحاجه آه. داك راه بيبي هذاك شاركتي معايا في كاميرا خفيه والله حتى كنضحك معاك سير اخويا مالك قلقتي قولي شكون اللي حشومه عليك والله الا حشومه عليك واش كتقول لي الحمد لله اسمعوا لنا الاخوان نحيدوا هذا بغينا نضحكوا معاك بنتي لينا جالسه بغينا نضحكوا معاك هذا واحد البرنامج ديال كاميرا خفيه تقلقتي وراك تقول لي الحمد الحلو حنايا الحم حلال ومرة بلاتي نقول لك واحد القضيه واش حنا في المغرب عندنا شي حلوف واخويا راه كلشي ممكن عندنا حلوف ديال الغابه كلشي ممكن قلتي لي السميه ديالك سكينه اختي سكينه برنامج ديال كاميرا خفيه بغينا نضحكوا معاك شنو ردات الفعل ديالك بقات غير واحد القضيه زعما واش بغي نحطوا هذا الفيديو تفرجوا فيه الناس لا لا مرحبا هانيه بكل روح رياضيه تحياتي لكم الاخوان الحلوف بحال الخروف ومع السلامه